من فوق منصة مهرجان عاصمة الثقافة الإفريقية، مغني الراب المعروف باسم طوطو كيصرح بكلام خادش للحياة، هادشي اللي معجبش بزاف ديال الناس ودار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وصل الموضوع حتى البرلمان بأسئلة كتابية. نشوفوا رد مصطفى بيتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة التفاصيل في تتمة الفيديو. بالرجولة بالرجولة عندي ميساج ندوزو وبقاش خسر الهضرة، انا مكنفلتريش هضرتي كندوي كيما كان. اسمع مزيان، ما عندناش مع السبع. اسمعني ماشي انفلونسور انا بروب. اسمعني بالرجولة، اول حاجة بغيتكم بالرجولة من بقلبكم تصفقوا على وزارة الثقافة والشباب على قبل هادشي اللي داروا بالرجولة. اسمعني كدري مغربي عليه وبادي الراب اول مره في حياتي، دابا راه شحال من وزاره داز وشحال من وزير ما عرف شنو هو داز، وانا كنرابي لاول مره كنطيح في وزاره وداروا لي عليهم مع الدراري اللي كنرابي والفريق بلا سباغه. بنادم الفريق اللي عارفني ما عندناش مع الحياه صبروك وقولوا لي كاين باش تفهم. رش على امك وفهم. اسمع بالرجوله تحية لهم كبيرة وعاش الملك برو تقلية تراك عشيري كلمة النبية يعني الخادشة للحياة اللي كانت موضوع نقاش مجتمعي طويل عريض. أولا الحكومة ترفض هاد النزوح نحو خدش الحياة وتعتبره سلوكا غير مقبول. والسيد الوزير المعني بالقطاع انا تحدثت اليه، يعني لا يمكن باي شكل من الاشكال ان هادشي نطبعوا معاه ولا نقبلوه، وسوف يتم العمل على اتخاذ كل الاجراءات من اجل لا يتكرر يعني هاد السلوكات اللي المغاربه ما مولفينش بها، خاصه ان الفضاء هو فضاء عام ويحق للمغاربة أن يستمتعوا به هما والعائلات ديالهم يعني والأبناء ديالهم، وطبعا في جو من الاحترام ومن يعني التقيد بالأخلاق العامة كما يعني يعرفها المغاربة في عائلاتهم وفي أوساطهم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تخليوا لنا الآراء ديالكم أسفل الفيديو في التعليقات وتأبوناو معنا في لاشين هكا باش توصلوا بكل جديد.